بالشفا يا بابا، انا عايزاك تهدي اعصابك خالص. انا مش فاهم انت عامله المقدمه دي كلها ليه؟ عماله تديني ادويه سكر وضغط وقلب كل ده عشان تقولي ان عربيه زيزو اتسرقت؟ طب ما تتسرق ولا تروح في 60 داهية. انا مليون مره قلت له ان ازاز العربيه ده هيكون السبب في سرقه العربيه. ما هو المشكله مش في العربيه اللي اتسرقت، المشكله في اللي كان جوه العربيه لما اتسرقت. يكون جوه العربيه ايه؟ زيزو يعني اتسرق هيلف يلف ويجي لك تاني برضه. يا ريت. افتكر بس كده انت اديت له ايه وهو نازل؟ اديت له ايه يا نهار اسود ونايب نيله، اوعي تقولي لي ان فلوسي كانت جوه العربيه والعربيه اتسرقت. ما هو ملحقش يوديهم في حته، دي اتسرقت من قدام البيت هنا. الله يخرب بيت بيتك وبيته. الله، انا ماليش دعوه، انا عاوز فلوسي. يعني هيعمل ايه؟ هيتصرف في مبلغ زي ده ازاي؟ الله، تعوشت العمر، عمري كله قعدت احوش الفلوس دي كلها، والاخر كده تروح حبع ميسوره. ما تقلقش يا بابا، ان شاء الله حسام هيلاقي العربيه باللي فيها. تدعي العربيه ولا تتحرق؟ انا عاوش اللي جوه العربيه. برضه مش عايز يفتح لحد. ما تخبطي تاني يا جميله. ما انت شايف بنفسك قافل على نفسه اوضته ومش عايز يفتح لحد. انا خايف لا يعمل في نفسه حاجه. هو ممكن فعلا يعمل في نفسه حاجه لو الفلوس دي ما رجعتش. هو المبلغ برضه مش صغير يا عبد العزيز. انا خلاص دماغي وقفت عن التفكير تماما. ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده. يا رب. انا واثقه ان حسام هيرجع العربيه بالفلوس ويمسك الحرام. بقول لك ايه، ما تجيبيش سيره الزفت ده تاني قدامي. هو ده وقته يا عبد العزيز؟ ايوه وقته طبعا. واوعي اشوفك بتتكلمي مع اللي اسمه حسام ده. هو ايه جو خدوهم بالصوت ده؟ انت ناسي ان انا اللي قفشاك مع كاميليا؟ لا 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 لا، انت لسه مصدقني في بيني وبين كاميليا حاجه؟ وما صدقش ليه بقى ان شاء الله؟ يا جميله انت فعلا بقى دماغك صغيره جدا. ماشي، انا بقى هوريك الدماغ الصغيره دي هتعمل ايه. ايه هتعملي ايه؟ هتكلمها قدامي دلوقتي حالا وتقول لها انا بحب مراتي وولادي ولا يمكن ابص لواحده زباله زيك. اتفضل. لا طبعا، انا لا يمكن اعمل كده ابدا. انا اللي زباله يا بني ادم يا غبي؟ الو الو كاميليا، كويس ان لقيتك صاحيه. عندي ليكي خبر بمليون جنيه. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا لقيت شقه جامده بالتقسيط في حته جامده، وهقعد هنا مستني ابوكي اول ما يجي نتكلم ونقرا الفاتحه ونخلص. ايه يا اخي، اطلع بره. استني بس، انا ما خلصتش كلامي. ابعد عني بقى. ماشي ماشي يا كاموليا، بكره نتجوز واوقفك قدامي زنهار لحد ما اخلص كلامي. ياسمين 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 ياسمين، بابي اصحي. بابي ايه نايمه ليه هنا؟ بيت وحش قوي من غير ماما، وانت كمان بتيجي متاخر كل يوم. حبيبتي انت عارفه ان انا باجي متاخر تكون جدتك نامت. طب هنفضل كده لحد امتى؟ مش انت السبب، انت اللي غيرت النمر، حليها بقى. ما تجيبهاش فيا، انت عارف ان مامي حاطه كاميلا في دماغها من زمان. مامي دماغها ناشفه قوي يا ياسمين. طيب بص، انا عندي فكره هترجعها البيت في خلال 24 ساعه. فكرتي بقى يا فيلسوفه. هتسمعها كبابي ولا هتسمعها كزيزو صديقي؟ هسمعها كواحد لازم ينام لانه عنده شغل الصبح بدري. طفش كاميليا من البنك. طفشها ازاي؟ كشم لها. كشم لها يعني ايه؟ كشم لها تكشيمه وحشه جدا، مش هتاخد في ايدك 3-4 ايام وهتلاقيها قدمت طلب نقلها من البنك. كشم لها. صباح الخير. يا صباح النبع الجميل، يا صباح الحبيب الحالم. انا اسفه اني جيت لك بدري، بس قلت لو استنيت بعد ميعاد المدرسه هتكون الزياره خلصت. طهور المدرسه، اعتبري نفسك في اجازه مفتوحه. خد اجازه بمناسبه ايه بقى ان شاء الله؟ عيد الحب. اهو كده انا اطمنت عليك، انت بقيت كويس. لا ده انا امبارح تعبان وفضلت تعبان طول الليل. ايه؟ كان في حاجه وجعك؟ انت لا 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 انقلك مستشفى تانية؟ لا لا لا، انا قصدي يعني كنت حاسس بالوحده ونايم لوحدي ومفيش حد بيسال عليا. الله، وابنك ما رجعلكش تاني بعد ما مشي؟ لا هو ولا حد من عياله سألوا عليا، يعني لو كان حصل لي أي حاجة بالليل كنت أتصل بمين؟ هديك نمرة الموبايل البرايفت بتاعي،
بس خلي بالك النمرة دي مش مع حد، عائلية بس. يا سلام، ده انا شيلها جوه قلبي. وانا طول على الاقل نفضل نتكلم مع بعض. اتفضل. بس اوعى تضيع منك. اضيعها؟ ده انا هخليهم يعلقوها لي مع المحاليل. يلا انا همشي بقى. يلا بالسلامة. باي باي. باي. نادية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه يا عم، الحمد لله على السلامة. المدرسة كانت وحشة قوي من غيرك. على أساس إنها بيا مش وحشة يا ابني؟ المدرسة دي هي المادة الخام للوحاشة. أيوة بس برضه يا كيمو أنت كنت عامل هيبة للشلة، دلوقتي بقى أي عيل سيس ماشي فريدة على الفاضي. اتقل عليا خالص، أنا بقالي أسبوع بتكتك له على الهادي عشان ما يحسش بحاجة. ايوه بقى، وراكوا ايه بالليل النهارده؟ ايه، انا عندي درس حاجه مش عارفها، ما عنديش اي فكره الساعه كام يا جدعان. وانا عندي نفس الدرس اللي ما نعرفش عنه اي حاجه بالليل ده. حلو قوي، يبقى نتقابل في الحلزونه الساعه 2200. خلصانه؟ خلصانه. اتفضل امضي هنا حضرتك كده. الشيكات بتاعت حضرتك هتسمع في الحساب بعد 4 ايام عمل، يعني على يوم الخميس ان شاء الله. اتفضل. شكرا يا فندم. العفو، مع الف سلامة. الف سلامة، نورت. ممكن اعرف مكالمة امبارح دي معناها ايه؟ كشملة؟ كشملة تكشيمة وحشة جدا، مش هتاخد في ايدك 3 4 ايام وهتلاقيها قدمت طلب نقلها من البنك. ايه يا ابني تعالى. ممكن اعرف مكالمة امبارح معناها ايه؟ ايوه يا فندم. فين يا ابن العميل اللي بعد كده؟ انا خليته السنة بره لغايه ما الانسه كمان تخرج من المكتب. انت فكرت ولا ايه؟ حد يخرج التاني يدخل على طول. ها؟ حاضر. اتفضل كده. ماشي. مش معنى انك رجعت يا كريم ان عيني مش هتبقى عليك. انا مش عايزه مشاكل بينكم انتوا الاثنين تاني. يا ميس هو اللي ضربني، وعشان كده هو خد فصل اسبوع، وانا اكتفيت باستدعاء ولي امرك بس. لو اللي حصل ده هيحصل تاني انا حاول الموضوع الاداره التعليميه. المدرسه دي ليها سمعتها، ومش هسمح باللي حصل ده يتكرر. حاضر يا مس. حاضر يا مس. يلا بوسوا على دماغ بعض. يا مس خلاص بقى الموضوع خلص، مش لازم ابوسه واحضنه واعيط والجو بتاع زمان ده. بوس على دماغ صاحبك يا ولد، بوسوا على بعض. حقك عليا، ما تزعلش مني، انا غلطت في حقك. شفت بقى صاحبك ذوق ازاي؟ يلا بوس على دماغه. حاضر. يلا اتفضلوا على حصتكم. يلا. حاضر يا ميس. كريم استنى، انا عايزك. مش عيب يا كريم جدك يبقى في المستشفى ما تروحش تزوره؟ ايه جده في المستشفى؟ انا ما حدش قال لي. واديني قلت لك يا سيدي، مامتك وباباك كان عنده امبارح، وانا رحت له النهارده وكان بيسال عليكم. خلاص انا هخلص المدرسه وهاخد ياسمين ونروح له على المستشفى. بس المستشفى دي فين؟ عموما المستشفى دي جنب البيت، انا ممكن اخدكم في سكتي. تمام يا فندم. اتفضل. مع السلامه.